انت ليه عملت لي بلوك برضو؟ وانا والله العظيم انا دي حاجة انا بعتذر فيها على الناس ان انا بعمل لهم بلوكات، بس احنا مش متوافقين فكريا على الاقل. يمكن انت اكيد عندك مميزات احسن مني، لكن انا راجل عبيط. والله العظيم اقول لك بالاخر، راجل عبيط مريض نفسي، وانا بعترف بده ومش مكسوف منه. انا مريض نفسي ومصنف نفسي وعارف انا عندي ايه، وعارف يعني لانه هو درجاته ايه، وشايف ان هو يعني فكك مني انا حقك عليا. يعني التيك توك عليه 20 مليون بني ادم، 20 مليون لو واحد مش هشوفك، بس مش لازم احبك بالعافيه يعني يا سيدي. زي ما انا في ناس كتير عامله لي بلوك عادي جدا ما بقدرش. انا اللي بيعمل لي بلوك، واحد عمل قبل كده قال انا هعمل لك بلوك بتاع خايف تزعل بتاع، واقف يتصور بقى. يا ابني انت برنس، انت عندك ازدواجيه ابن كلب، سلم عليا ليه؟ انا صاحب هشيل الكل يعني. معلش انا بتاسف طبعا لكل حد انا عامل له بلوك، انا عارف انا عامل كتير، بس احنا مش متوافقين. ده اللي انا عايز اقوله، ان احنا مش لازم نتوافق مع الناس كلها. يعني انا عندي 3900 دلوقتي في اللايف، انا متوافق معاكم بس، هم دول انا متوافق معاهم، هم دول انا اقرب ناس ليا، فشكرا. هتلاقيهم على فكره 3800 و3900، هم 3900 و3800 دول اللي على اللايف، هم اللي هتلاقيهم في الكومنتات، هم اللي هتلاقيهم على الانستجرام، هم اللي هتلاقيهم على الفيسبوك بتاعي. احنا متوافقين بس، فانا عارف ان انا مش متوافق معاك، فخلاص سامحني معاك. انا يعني معلش، ازيك يا ساره؟ الكلام ده ايه؟ مش ناوي تغير صورته؟ بغير صورته للبروفايل كل 5 سنين اجيب لك طاسه تبقى. لا شكرا، انا عندي ده. شكرا 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 على الفيديو. ايه طريقتك تبعد الافكار الانتحاريه انا جو الانتحارات، انا طبعا كل الاحترام والتقدير، بس انا ما بحسش ان ده مصدر قوه. امشي انتحر، انتحر ليه؟ انا عايز اموت موته حلوه طلقه. والله العظيم مش عايز اموت، انا موت على عبيطه، مش عايز اموت تحت تاثير مخدرات ولا فعلا، عايز اموت كاب صحتي اللي هو ايه، موته مصيبه. احنا موجودين، الله يسترك والله. البيت تابت ابوس بوس. ازيك يا دود؟ ازيك يا شريف؟ طريقتك تبعد الافكار انت حابب تنتهي من 3 شهور يا جو. طريقه تبعد الافكار الانتحاريه. ازيك يا جودي؟ ازيك يا سمسمة؟ يا اسطى انا ممرمطة جوزي يا لهوي، علشان اخدنا الدوري. اه الحمد لله، انا افتكرت في مصيبة، بس انا ما بجريش غير في المصايب. مش عارف الناس بتعمل لي لايف كوتشنج عليا. لا عبيط يا اسطى. مبروك الدوري، الله يسترك. شيماء فين؟ شيماء جهاز، ازيك يا شيماء؟ شيماء جوه بغسلها كل يوم. شيماء تحب تيس فشخ، بس ما بقولش. قلت انا اسف كافي قوي. ازيك يا منور؟ ازيك يا سولي؟ انا طولت عليكم قوي. اوبا ايه ده؟ لا يا عم عيب، يا عم عيب، في صاروخ يا اسطى، في صاروخ، والله العظيم صاروخ. بس اجنبي فاهم. ازيك يا لوليانا؟ ازيك يا يوستينا؟ ذكرانا 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 عشان تسجل. ازيك يا رنا؟ اعلان رخيص قوي. تعمل ايه في الاعلانات؟ بعمل ايه في الاعلانات؟ هقول لك، انا اغلى واحد على تيك توك بصراحه، وانا بضرب ارقام فلكيه عشان مش عايز اعمل اعلانات كتير. والله اطلب ارقام غريبه. لا انت عبيط يا ابني. اه انا عبيط، معلش سيبك مني. اه والله مش عايز ابقى واحد قال لي انت اغلى من فلان. اه انا اغلى من فلان. قال لي يا ابني ده عنده 7 مليون، مش مهم انا اغلى. يا عم كبر دماغك، مش مهتم قوي بان انا. يا اسطى انت ليه مزج مزج؟ طب استنى دي جيب لك. رحت فين؟ يخرب بيت امك، رحت بعيد عن دي. تعالى دي جيب لك. ايه مزج دي؟ لا تكون حاجه كويسه. لا هي مش مزج، لزج، هي مزج. انا خايف اديك بلوك على حاجه. ازيك يا حسناء؟ ازيك مين كسب؟ مين كسب؟ ازيك يا نرمين؟ ازيك يا محمود؟ يا جو انا ازيك يا دودي؟ ازيك يا دودي؟ سجلت ولا لا؟ زي ملك كسب. اه والله يعني مش مصدق اصلا. مش انا تقوم تروق الاوضه؟ لا اروق الاوضه ليه؟ انا احب الاوضه كده، الاوضه بتحبني كده وانا بحبها كده، احنا الاثنين متوافقين مع بعض. شكرا لوجودك مع الله يسترك يا بنت. ايوه خد قلبي. هتتبرع بالفلوس اللي انت لميتها من اللايف دي والنبي.
هقول لك على حاجه، اللايف ده بيجيب كلام عبيط قوي قوي، لان التيك توك بيخصم وبتاع. المهم انا مش مهتم ان انا اسحبهم اصلا، انا ما اسحبتش منهم حاجه. وفكره ما تتبرع، طب انا بعمل يعني بعمل حاجات، بس مش لازم اقول يعني، مش لازم بس انا بصور الحاجات اللي بشجع الناس تعملها. زي مثلا كيس كشري، انا عايز اوصل بمرحله ان الناس تحس بعيال الشوارع قوي، لان عيال الشوارع دي انا عشت فترات طويله يعني. الاهلي فوق الجميع. فوق يا اسطى وماله يا عم، خليك فريش كده، الله يسترك. الدنيا كلها ضيقه، انت يعني انت متخيل الفاضه ان انت تتخانق عشان كوره؟ يعني كبر دماغك يا عم، صباح الفل جاي بتاع مدوره وعيال بتجري بالكلوتات يا اسطى احنا بنشجع عشان ننبسط، مش عشان يا اسطى صباح الفل. يعني انت اكيد مش هتغيظني لما تقول الاهلي فوق الجميع يا عم، فوق الجميع يا شيخ. مبروك الدوري يا ابن قلبي، الله يسترك. زكا مرقة، زكا منار، هات كلب كلفير مش فاهم. وانت كان عندك كتاب؟ انا عندي كتاب هيقراش مني بس اتعودت عليه. زكا جنى، زكا يورو تمسحي. اه والله مسيح حياة امك. قول لي مش انا عارفك باين بحماس. اه عشان بس ايه، شفت بقول لك ايه اللي ايه اسمك ايه؟ استنى عشان اسمي بحضر. ايه؟ اه بحضر بحضر، اصبر عليا. هجيب لاين، كل واحد فينا يجيب لاين ماشي. استنى عشان بجيب لاين كويس. لو انت بنوته معايا في اللايف، هسألك سؤال اوكي. شفت القمر النهارده؟ ما فيك تستعمل السحر على الساحر. لا 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 لا، ممكن. طب اديني لاين، قول لاين. ها؟ قول لاين لاين. لو بنت طلع معاك على لاين ما فهمت عليك. لاين 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 لاين، قول لاين. لو بنت عايز تشرب بنت، عايز تعلق بنت، تقول لها ايه؟ بس كواليتي ماي كود. ها؟ سوري سوري، كنت عم بقرا شيء بالكومنت ما فهمت. شو؟ لو عايز تعلق بنت تقول لها ايه؟ يعني بتحب المحتوى؟ اه طبعا. بس مش حافظ اسمي. لا عارفه، بس انا بفكر، بس انت ما ردتش على اللاين ده. لاين فيه شو حاطط على اصابيعك؟ ده كان فشار فشار، ها؟ بس بالوان فشار، الوان اختراع تافه كده كنت بعمله. بشار بالالوان؟ قول لي لو انت عايز تضحك، عايز تعلق بنت تقول لها ايه؟ هلا هيك ما في، تقول لها ايه؟ لازم تكون بنت. جرة يعني، مثلا جو سؤال، ليش حسابك ليه مش موثق؟ خيي حسابي مش موثق؟ عشان انا ما اعرفش، ما بهتمش بالموضوع، مش عارف. ما بتهتمش إدارة التيك توك بالموضوع، طالبة. عندك 106 مليون لايك، ما فهمت ليش مش موثق حسابك. مش عارف، بس يعني بس انا متابع كويس جدا ومتابع كل لا لايناتك لا، وفياتك. انه هول اللي بيقعدوا بيرقصوا على التيك توك عندهم 400,000 و500,000، ليش بيكونوا موثقين وانت لا؟ عشان في اكيد انت عارف موضوع ان بيبقى محتاج الهاشتاجات تعملها معينه وفيديوهات معينه، و لا 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 لما يحب لا، يوثقوني ما يوثقوني. حصل. بعد ما حدا كلمك من تيك توك؟ كلموني بس انا ما بردش كتير. انت رفضت؟ لا مش رفضت، بس انا ما بردش. شكلك انت رفضت. لا 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 لا، طبعا طبعا، لا طبعا لا. انا للاسف ما بلعبش ماتشات، ماليش في الماتشات محتواك شو خالص. هو يا جو؟ محتوايا ايه؟ انا بعمل محتوايا ايه، شويه نفسي
بعمل محتوى نفسي، وبعمل شوية محتوى كوميدي، وبعمل الأكل، وبعمل عندي مسجات كده خفية في النص برميها، زي مثلا أطفال الشوارع عايز الناس تهتم بيها أكتر، عايز يكون في حاجة أفيد للناس، ضد التنمر، ضد فكرة المخدرات، ضد فكرة الحاجات اللي هي المجتمعات النهاردة راحت فيها. مش عايزك تشوف ولد مطول شعره فتقول عليه مش راجل، مش عايزك تشوف واحد مختلف حلو عنك في حلو اللون حلو. فتقول عليه مش حلو، مش عايزك تشوف بنت تخينة فتقول عليها أنا مش هقدر أقبلها في حياتي، مش عايز راجل لا قدر الله واحدة كانسر، لو أكيد تعرف الكانسر، مش عايز الكانسر يخلي راجل يشوف واحدة مش جميلة عشان شالت جزء من جسمها، لأن ده كله تغيرات في الجسم، كلنا هنتغير، الشعر ده في يوم من الأيام هيقع، فهمت عليك الماسلز، فهمت العضلات، عليك فهمت عليك فهمت عليك فهمت عليك. العضلات بتقع في very يوم من nice. الأيام بتخلص. ايه حلو. بس ده اللي بحاول أقوله. أنا عارفك كويس حلو جدا ومتابع لايناتك مع الأجانب كلها، وبحب محتواك جدا، أنت من حبيبي أحسن الناس اللي بتعرف تلعب الجوك، ربنا يسعدك، حبيبي. شكرا ليك. بس لازم تقول لنا لاين، لازم تقول لاين، ها لازم تقول لاين، لو بنت عجبك تقول لها ايه عشان تعجب بيك، لازم اقول شو؟ تقول ايه عشان تخلي بنت تعجب بيك. هلا بدك اياني اعلمك؟ يعني انا بعطي كورسات على اليوتيوب اذا عليك، بدك. ايوه عارف يا عم انا متابعك. لا مش راح، قول لي هنا، قول لي هنا، قول لي هنا. يا عمي انت مش لازم يكون عندك مشكلة بالصيد اساسا. لا عرفني ازاي الصيد، لاين لاين واحد. والله لازم يكون في بنت، والله انا ما بقدر اتكلم مع سب. يا عم هو ولا يا عم، لا ولا تخيل ان اهو مفيش في هنا بنت. ما بيطلع ما بيطلع. انا مبسوط قوي ان انا طلعت معاك، وشكرا جدا ان انت سمحت لي بالفرصه دي، ميرسي جدا، تحياتي ليك، وأتمنى لك كل خير، ربنا يسعد حبيبي يا أيامك، زو شكرا شكرا. حبيبي. مش ناوي تطلع مع مع مين؟ اطلعش. بص أنا هقول لك على حاجة، أي برضه هتتفهم غرور، أنا ما بطلعش مع حد، هو عايز يطلع معايا ماشي قشطة، ولو عيل صغير قشطة، لكن ما بطلعش مع حد، فلما تشوفيه حد مش أنا. إيه ده؟ إيه ده يا اسطى، ده يا اسطى انا بشوف البتاع ده بيقعدوا يصوتوا لما يشوفوه. معلش انا اسف. اطلع مع بهجة يا اسطى، مش مشاكل. ازيك يا سلمى، مبروك، انا طولت عليكم قوي، و3000 لسه قاعدين لحد دلوقتي، والله لسه شغال، طولنا قوي والله العظيم، كتر خيركم، وشكرا ان كل الناس دي فاكراني، والله العظيم شكرا، وافضل اقول شكرا للناس اللي بتعمل لايك وشير وكومنت، شكرا للناس اللي مستحمله ان انا بظهر كتير اصلا على السوشيال ميديا، بس كذا حد قال لي الجمله دي، قال لي انت ما لقيتش نفسك في حته فلقيت نفسك في السوشيال ميديا، ده حصل يعني، انا مبسوط ان انا موجود، مش هكذب عليك انا ما بختارش دايما الفلوس، بختار ان انا اكون في المكان اللي انا مرتاح فيه، وانا مرتاح هنا، واتمنى بقائكم، واتمنى الناس دي تفضل، حد يزعل من الناس انا بعملها بلوك، والله العظيم يا اسطى حقك عليا، انا غلطان، بس انا كده عبيط، انا دماغي يعني في داهيه، والله خلي بالك انا دماغي ما ودنيتنيش في داهيه، كنت عملت حاجات كتير مختلفه، والله العظيم يعني، انا مره لغيت سفريه عشان امي عيطت، انت متخيل، انت متخيل، والله العظيم امي عيطت وسبت كل حاجه، سبت السفر وسبت فلوس كنت هاخد عشان امي عيطت يا اسطى. ايه ايه ازيك يا امجاد، ما تجيب الصبارة الرقاصة. بقول لك عايز اجيب الرقاصة. مهاب، ازيك يا مهاب، امجاد كفاية قوي والله. يا جو، ازيك يا سما، ازيك يا صامبو، ازيك يا سما، ازيك يا مريم، اهم يا اسطى ابطال الدوري. هو قفلت ليه يا صار كده، الله يسترك، ازيك يا متولي، نفسي اتصور معاك، هيجي الصدفه اللي هتصور معايا، والله العظيم ده انا اللي هتشرف يا عم، انا اتصور، انا بتصور يا عم، برفع انا صور الناس دي عندي على فكره، ازيك يا اسو، ازيك يا دود،
زيكابون. انت واكل قلم ايه؟ واكل قلم؟ لا انا واكل فشار ملون. قول بحب ذكر روان، انا بحبك قوي. مبروك الدوري يا عم، مش من قلبك. عم تشيب ده ناخده، احنا بناخده كل 60 سنة مرة. يوم مبروك، الله يستر يا ابن قلبي يا محلل، الله يسترك. ازيك يا نانسي؟ عايش فين يا جو؟ وصراحة ما ينفعش اقول عنواني، هقول لك ليه، لان انا ما بقولش عنواني وبيجي كل الكلام ده وهدايا وبتاع، مش وانا بصراحة فاقول مش هيبقى لطيف يعني. تيكا ايه؟ سلمت على الله في كله. ازيك يا ابن، ازيك يا يويو، ازيك يا سارة، ازيك يا سرور. شكرا ان انتوا استحملتوا 3000، ده رقم كبير قوي، 3600. انا عمري في حياتي ما كنت اتمنى يعني اكتر من 3 يتفرجوا عليا. وانا عند لسه رايي 3600 دول عندهم مشاكل نفسيه، زي 3700 عندهم مشاكل نفسيه، زي 3600 عندهم مشاكل نفسيه زي. فحاول تقاوم الاكتئاب. انا عارف كويس قوي اللي بيقعد معايا، انا عارف كويس قوي، اقسم بالله انا ما قابلت لغايه النهارده واحد سلم عليا الا ما كان عنده مشكله نفسيه. وانا متضايق ان كل الرقم ده عندي. يعني انا كنت اتمنى ان انت تروح تتفرج على حد بيضحكك وبيهزر معاك وبتاع. انا عارف انا بنكد عليك كتير، والله العظيم عارف كويس جدا انا بنكد عليك كتير قوي عشان الاكتئابات. فانا حزين اكتر كل ما الرقم بتاعي بيعلى، كل ما الريتش عندي بيعلى، بفهم ان الناس دي رايحه في ده. والله العظيم بعرف انا 3600 دول انت ممكن تقعد تعيط جنبي، والله العظيم. وعارف انت قاعد نفس قعدتي في الاوضه ولوحدك. فهو دايما يقول لك انت عندك كوميونتي بتاع، يا عم لا انا عندي ناس مكتئبه، عندي ناس كلها شبهي عشان كله قاعد. اتمنى تكونوا بخير. انت اخويا الكبير الله يسترك، والله العظيم انا بحب قوي ان ولدي يحبني، ده بحس ان كده الدنيا لطيفه يعني، في سلام نفسي. ازيك يا ام مجدي، ازي حضرتك، ازيك يا رسامة بلدنا، ازيك اول حاجه الله يسترك يا صر ايه جو، رد عينيا. ازيك يا اسماء، كله خير كله خير فعلا. جو عايز اقول لك انك متوثق في علوم. صباح الخير، شكرا ان انتوا افتكرتوني، شكرا انتوا قعدتوا معايا ساعه، ساعه كتير قوي ان شخص يقعد معاك ساعه، والله لازم كتير. تصبحوا على خير ودمتم سعداء. وطبعا ما حدش يزعل من موضوع الكورة، الكورة ده احنا بنهزر يعني، صباح الفل.